في كلمة لسعادته بمناسبة اليوم الدولي للضمير، أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن مبادرة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتخصيص يوم دولي للضمير تأتي في إطار اهتمام سموه بالقضايا الإنسانية الدولية، وانطلاقا من إيمان سموه بأن الضمير ركيزة أساسية لتكاتف المجتمع الدولي وتضامنه وتوحيد جهوده الإنسانية لخير البشرية. تحتفل مملكة البحرين ودول العالم يوم 5 أبريل من كل عام باليوم الدولي للضمير، الذي اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 73 في قرارها الصادر بتاريخ 31 يوليو العام الماضي، بناء على مبادرة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، ضمن مبادرات سموه العديدة التي حظيت باعتراف وتقدير وثناء المجتمع الدولي، وفي إطار اهتمام سموه بالقضايا الإنسانية الدولية وإيمانه الراسخ بأن الضمير ركيزة أساسية لتكاتف المجتمع الدولي وتضامنه وتوحيد جهوده الإنسانية لخير البشرية. لقد أكد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أن اليوم الدولي للضمير يشكل وسيلة مهمة لتضافر جهود المجتمع الدولي لتعزيز السلام والتسامح والتعايش والتفاهم والتضامن من أجل بناء عالم مستدام قوامه السلام والوئام والإخاء. وتتجسد أهمية هذا القرار الدولي في تأكيده على ضرورة تسخير كافة الجهود لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وتعبئة جهود المجتمع الدولي أفرادا ومجتمعات ومؤسسات لبناء وتعزيز ثقافة السلام الدولي. أن مملكة البحرين إيمانا منها بدورها الإنساني الدولي واعتمادها ليوم 5 أبريل من كل عام يوما دوليا للضمير، ورؤيتها الثاقبة لأهمية التعاون والتضامن الدولي لمواجهة مختلف الصعاب والتحديات والأزمات، تؤكد بأن المجتمع الدولي أحوج ما يكون الآن إلى التعاون الشامل للتصدي لخطر جائحة فيروس كورونا التي تهدد البشرية وتعيق جهود دول العالم لتحقيق التنمية والتطور والازدهار. ومن هنا تبرز أهمية اليوم الدولي للضمير لتحفيز العمل الجماعي والفردي على المستوى العالمي وتسخير كافة الجهود والإمكانات والقدرات وتقديم الدعم المالي والفني للدول الأقل نمواً لمساعدتها على تجاوز آثار هذه الأزمة الصحية الدولية الطارئة. إن مملكة البحرين تدعو المجتمع الدولي والدول الحريصة على الأمن والسلم العالمي إلى انتهاز هذا الظرف العصيب لتوحيد جهودها وتسخير قدراتها للعمل سويا من أجل مكافحة هذا الشر الخطير على العالم. ونسأل الله العلي القدير أن يكلل جهود قيادتنا الحكيمة ووطننا العزيز لتجاوز هذا التحدي، وأن يلهمنا سبحانه القدرة على المضي بجد واجتهاد وتفاني نحو تحقيق أهداف مملكة البحرين النبيلة في هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، والله ولي التوفيق والسداد.